أهلا وسهلا إخواني أخواتي الأعزاء. أنا كنتج الآن في المكان اللي كانت فيه عدبو فعلي نازي اليهود، وهذا هي هذا هو الفرن، هذه هي المحرقة اللي كانوا يحفوا بها اليهود. هو كاين هنا اثنين، كاين هنا اثنين، كاين جوج هنا. على كل حال هذا المكان تألم حقيقة للشوفان ديالو، وقبل ما تيدخلوهم لهنا تيكونوا تيدخلوهم لهذا المكان. دونك انا في هذا المحل هذا اللي كاين في بولونيا، اللي هو المقر تيتسمى اوشويت، هذا احييكم. وهذا سي لو المركب كله، يعني بالتركيبه ديالته، الاسلاك ديالو بالاشياء القديمه كي كانت. تحياتي للاخوان، اهلا وسهلا. هادشي تيألم، هادشي ما بغيناه لا اليهود ولا المسلمين ولا النصارى ولا حتى لشي واحد. حنا هازين رايه السلام، وهادشي ما بغيناه حتى لشي قلت.